مش عارف انا ايه البهدله اللي انت عايش فيها دي. ايه الكركبه دي يا عم مختار؟ ما تدقش. متعود. تسلم ايدك. صحيح البنت اللي انت قلت لي اسالك عليها اخويا في الداخليه طلعت الدنيا مقلوبه بسببها. ليه؟ طلعت متجوزه ثلاثه. ثلاثه؟ اه ثلاثه. واخر واحد ده بقى اللي الدنيا مقلوبه عليه بجد. ابن واحد من اغنيه المنيا وكمان قريبه ومدير الامن هناك. وهي واخده حكم بعشر سنين. عامله لك ايه يا عسليه؟ بتسال عليها ليه؟ ابدا. ماضيه شيكات لواحده قريبتي بمبالغ كبيره. هنعمل ايه؟ طب قول لي قريبتك بقى دي تستعوض ربنا لحد ما تقبض عليها. بقول لك يا رمزي، ينفع تجيب لي اسامي الناس اللي هي اتجوزتهم دول؟ سهل، هكلمه بكره اكلمك اقول لك كل حاجه. بس هتعمل بيها ايه؟ ازيك عامل ايه؟ حاسه اني قلقانه وخايفه. قلقانه وخايفه؟ ليه حصل حاجه ضايقتك؟ اهتمامك بيا ووجودي هنا جنبك مخليني مرعوبه انه يجي يوم وامشي. وتمشي ليه بس؟ انا خليك تمشي. أنا مش فاهم، ده مش وقت كان في وضع زي كده خالص. دانيا أنا عايش معاكي أحلى أيام عمري. لكن أنا ما لكنش أصلا من ساعة ما اتشقت الأرض وطلعتي لي وخبطتك بالعربية وأنت بقيتي أهم حاجة في حياتي مش بإيدي. أنا مش فاكرة موضوع العربية ده. بس بليز يا مراد أنا مش عايزة أمشي من هنا. أنا مش هسيبك أبدا. ما تسيبنيش. تعالي. أنا مش هسيبك يعني مش هسيبك. أيوة حبيبتي أنا بركن ونازل. أنا أتعامل معاكي على إن مين؟ أنت مين؟ داليا؟ أجمل وش شفته في حياتي. أنا مش عارف أفكر في أي حد غيرك. ولا انت حبيبة مراد أعز وأغلى واحد عندي في الدنيا. أسكت وأستعبط طيب ولا كأني سمعت عنك أي حاجة؟
ولا اقول له اللي سمعته عنك والبلاوي المتلتله اللي انت عاملاها ومش فاكره اي حاجه منها. ردي. في ايه مالك؟ شفت كابوس ما فهمتوش. كابوس؟ طب هاتي احكي لي. حلمت انك مش عايزني معاك هنا في البيت وعايزني امشي. كابوس يا شيخه، الاحلام دايما بتتفسر بالعكس. ويلا قومي من فضلك اجهزي عشان احنا متاخرين على الشركه وعندنا مواعيد كتيره جدا. يلا. هي الساعه كام دلوقتي؟ ساعة داخلة على 9 اهو، انا متأخر شوية يعني. معلش يا مراد، انا حاسة ان انا مش عايزة اروح الشركة النهاردة. طيب خليكي. هستناك هنا. اقوم احضر الفطار. هو انت خدت الدواء؟ لا انا مش عايز اخد دواء بعد كده. مش حاجة اسمها. بصي داري انا قلبي زي الحديد الحمد لله، انا مش عايز دواء. ماشي ماشي، بس هتاخد الدواء. هو حضرته هنا وحضر الفطار، تفطر وبعدين تاخد دواك. ايوه. ايه ده ايه ده؟ ليه ليه يا ساتر يا ساتر عليك؟ ليه كل ده؟ الدنيا فيها ايه؟ ليه؟ صباح الخير على البيت. صباح الخير. ايه بس يا تخش خش الساعه الصبح وكل ده جرز يا اخي؟ وايه ده ايه ده؟ انت ما رحتش لعلي الزياره ولا ايه؟ تعالى تعالى قول لنا. تعالى. لا لا رحت. ولسه راجع بس ما قابلتوش. طبعا ما دخلكش. علي خرج من السجن. ايه؟ هرب؟ لا طلع عفو نص المده. هرب؟ خرج. خد عشان تفوق. يعني ايه عفو نص؟ خرج خرج عفو، ادوله عفو نص المده. خرجوه. الدنيا مقلوبة على الراجل اللي انت خربقته في الشارع. الظاهر طلع حاجة مهمة، وكيل وزارة وكيل نيابة. أنا مش عارف بيعملوا معايا كده ليه. هو يلاقوا حد محل ثقة غير يعني؟ طب أفهم أفهمها. بخلص على مين وليه؟ وإيه المصلحة؟ وبعدين أنت مجنون يابا. ما كنت ترقاد له دير سلم أسانسير. أنت مش كنت قلت لي عن زبون عشان أخلص عليه؟ قول لي حكايته إيه؟ وأخلص عليه أمتى؟ أنت عجبتك اللعب؟ كله من اللي علي. ماشي بس يا وش يا وش، انما رزق رزق. الصوت هيعلى والريحة هتتشم، وانت لو اتقفشت يا حلو مش هتلحق تزعل ولا تفرق معايا. عارف يا انسي، لما قتلت الراجل ده يعني معرفوش، حسيت اني استريحت. حسيت كده اني حسيت اني خدت بطاري. طار؟ لا مش فاهم يعني. عايز اقتل الناس كلها
بقالي اكتر من سنتين ما شفتكش الصبح كده، دايما تعدي عليا اخر الليل. قولي بقى جايلي بدري ليه؟ مفيش، قلت اخد رايك في حاجه كده. انا قلت كده برضو. حاجه بخصوص واحده بنت. بجد نويتي مختار تتجوز؟ طب وماله؟ خلاص قولي هي مين وانا اروح لامها النهارده. اتجوز ايه بس؟ اسمعيني. طب قول. في واحده اعرفها عملت حادثه وخبطت دماغها خبطه جامده قوي. يا ساتر يا رب. الخبطه دي اثرت عليها وخلتها تفقد الذاكره، بقيت مش فاكره حاجه خالص عن حياتها. ده شغل افلام. يوه بقى. كمل كمل. انا بقى عن طريق الصدفه اكتشفت ان بنتي دي عامله مصايب كتيره جدا، جرائم محكوم عليها وهربانه من السجن وحاجه سودة. اللي حصل ده قبل الحادثه ولا بعدها؟ قبلها طبعا. تمام. السؤال بقى انا اتعامل معاها ازاي؟ انا عرفت دلوقتي اتعامل معاها على اساس انها البني ادمه الجديده اللي عامله زي الطفل الصغير، ولا على اساس انها البنت اللي انا عارف انها هربانه من حكم ومجرمه؟ طبعا على انها مجرمه. وهنا قول لي بقى يا مختار، هي الحكايه دي بجد ولا تأليف؟ بجد، بيقول لك واحده يعرفها. يبقى لازم يبلغ عنها. اولا يا سالم انت ما سمعتش الموضوع كله، ثانيا البنت اللي انا بتكلم عليها دي واحده غلبانه قوي وطيبه جدا، وفعلا مش فاكره اي حاجه من تاريخها. عايزني احاسبها على حاجات هي مش فاكره انها عملتها اصلا؟ مش ده يبقى ظلم عم الشيخ؟ فاكره بقى ولا مش فاكره، ما هي نفس الشخص، نفس الروح الشريره. يعني لو جت لها فرصه انها تاذي اي حد هتاذيه. والله اعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. كلامه ما عجبنيش. المهم انا اتصرف ازاي دلوقتي؟ لا انا ما اعرفهاش، انت اللي قابلتها وانت اللي اتعاملت معاها. اول مره احس ان مخي واقف مش عارف افكر. خلاص سيبك من عقلك وحكم قلبك. قلبي معاها، بس انا اقول له هو يعمل اللي عمله. هتقول لي مين؟ انا همشي. هشوفك امتى؟ هكلمك. طيب. بكم يا وائل؟ 45. 45؟ كتير قوي 45. أنا كنت بجيب بخمسة جنيه. خد يا وائل 45 وخمسة عشان. متشكرين. يلا زكا. ازيك؟ أهلا. وحشتيني. هو أنت لوحدك؟ خليك في حالك يعني. إيه؟ هو أنت نسيت اللي حصل بينا ولا إيه؟ آه نسيت. وبعدين اتلم وخليك محترم يا أخوي. أنا ست متجوزة. ولو ما اتلمتش وبقيت مؤدب علي النعمة نخلي جوزي يذبحك على باب بيتكم. جوزك؟ ده جنان بقى. طب ده احنا كنا حتى يعني ما كناش. وتلم يا اخويا بدل ما اخلي ليلتك دي اسود ليلة في حياتك. ايه يا فتور؟ زعلان مع مين؟ ده الواد بتاع السوبر ماركو، اصله منيل ب60 نيلة. لو عارف جايب ايه ولا بينيل ايه. احنا هنروح لعلي امتى؟ علي مين؟ علي جوزك؟ لا علي لوز. انت حصل لك فقدان ذاكره؟ نبقى قولي انت اللي حصل لك فقدان ذاكره. انت مالك بتحور معايا كده ليه؟ يا ولي الله، مش قبل ما علي يخش السجن كنت قاعده معاه في الشقه والشقه خلاص راحت، صح ولا لا؟ هتنطقي صح ولا لا؟ صح. وقبلها مش كان قاعد معايا في شقه امه الله يرحمها؟ يو صح. انا مش فاهمه حاجه. علي تاه وسط مخاليق ربنا زي ما انا وانتي تهنا.
بس كده. ايه ده؟ خد يا ولا يا ولا نقول لنا كوبايتين شاي ولا اي حاجة. خدمت اهلك انا. شكله قليل لسانك متبر منك يا ولية. يعني لي كوباية شاي يا ولية. صباح الخير مختار. ها انت فين؟ انا كلمتك ولا 100 مرة ما بتردش عليا. بعدين. صباح الخير يا استاذ مختار. صباح الخير. لسه المباراة اتسأل عليه مرتين. ده اللي جواه؟ لسه ما جتش. انت فين يا مختار؟ بتكلم ما بتردش عليا، رحت فين؟ ابدا كنت بشوف حاجة كده مهمة جدا لازم احكي لك عليها. لا لا حاجة مهمة ولا حاجة. اقعد. أنا اللي عندي حاجة مهمة وعايز أحكي لك عليها. مختار. أنت صاحبي قريب مني صح؟ صح. طيب في حاجة حصلت امبارح ولازم أقول لك عليها. اتفضل. أنا بحب داليا. وبعدين؟ بحبها جامد. امبارح كنا مع بعض. ما انتوا على طول مع بعض يا مراد. ليه ليه ليه؟ مختار ركز معايا. مع بعض يعني؟ مع بعض يعني؟ معايا. اوه. وانا قررت اتجوزها. نعم. تتجوزها ازاي؟ مش دي كلام. كانت متجوزها. بس هي دلوقتي اسمها داليا نور ومش ممكن تبقى حد تاني. افرض ذاكرتها رجعت لها. مش هترجع لها يا مختار، مش هترجع لها صدقني. صدقك ازاي يعني؟ لو كانت هترجع لها كان حصل ده من زمان وكانت افتكرت. يا مراد داليا دي واحده كان عندها حياه كامله قبلك ما نعرفش عنها. ما يهمنيش يا مختار، مش مهم بالنسبه لي. انا بحبها جامد وما عنديش استعداد انها تبعد عني خالص. انا اول مره بحس بكده يا مختار. انا راجل عكوس برضو. انا مش عارف سكن هتقدر تفهم ده. يعني تخيل نفسك تصحى تلاقي واحده عايشه عشانك، عشان يا مختار بتاكلني وتشربني وبتحميني وتديني الدواء. طب انت فاكر مختار لما كنا في المستشفى؟ فاكر انها قعدت اسبوع بحاله ما بتنامش والست مش منتظره اي حاجه. يا مراد الست دي ليها مام. نسيته يا مختار، نسيته. صدقني. اصدقك ازاي؟ صدقني انا دلوقتي كل حياتها. انا مش شايف اي حاجه تجمع ما بينك وما بينها. يا مراد قاعد مش هينفع تتجوز داليا. خلاص نفضل زي ما احنا. والناس؟ ناس مين؟ ليلى اختك ولادك الناس هنا في الشركة. لا لا يا مختار، الناس دي ولا فيهم واحد اهم مني. انا اهم حد هنا يا مختار. وبعدين الناس دي عايزين مني ايه يعني؟ مستكترين عليا ان انا مبسوط مثلا؟ طب بص انا القرار خدته خلاص. داليا دي هتبقى بتاعتي ومش هسمح لأي حد ولا أي حاجة تاخدها مني. طب بذمتك أنت مش حاسس إن أنا مبسوط؟ أنا اتغيرت؟ طب بلاش، أنت كنت جاي عايز إيه؟ لا مش مهم بقى دلوقتي. مش مهم ليه؟ ما تقول. طب بوظت ليه يعني؟ يعني موضوع ما يجيش حاجة جنب اللي أنت حكيته. داليا ايه اللي مقعدك هنا؟ تعالي اقعدي معايا. يلا تعالي نقعد. خير؟ كنت عاوزاكي في حاجه. قوليلي. عايزه اشتري هديه لمستر مراد. وطبعا انت بما انك عايشه هنا معايا فاكيد تعرفي هو بحب ايه وما بحبش ايه وكده. بس هو عامل لي معامله حلوه قوي وجاب لي حاجات كتير. يعني فكرت اجيب له حاجه كده تفرحه. انت عايزه تجيبي له هديه؟ بس ده سؤال صعب قوي. صعب ازاي؟ انت بقالك هنا كتير يعني اكيد تعرفي هو بحب ايه. بصي مستر مراد ده اطيب راجل ممكن اقابله في حياتي. كريم جدا. هو وعيلته اغنيه قوي من زمان. الفلوس دي عندهم كتير جدا. مش مخليهم محتاجين اي حاجه. هو عمره ما دخل عليا. بس أقولك أنا هعرفك إيه أكتر حاجة ممكن تساعده. إيه هي؟ الاهتمام. إن حد يهتم بيه.
كتير بيشتكي لي ان ولاده ما بيسالوش عليه وبيغيب عنه لفترات طويله. عشان كده اكتر اتنين بيحبوهم انا ومستر مختار. انت عارفه لو اهتميتي بيه هحبك جدا، وكمان هتعوضي للنقص اللي هو حاسس بيه. الواضح ان هو محتاج اهتمام عشان هو بيهتم بالناس كلها. اقول لك على حاجه، انت من ساعه ما جيتي هنا ومستر مراد اتغير تماما، فعلى طول يقوم مبسوط ويهزر. ده بيهزر معايا انا شخصيا. انت غيرتيه خالص. Here we go. I have been following all the modification of the contract between our and your company, especially the third and the fourth terms. Not to mention the $1 million penalty as per your request. Mr. Murad finds the fulfillment of the payment has to increase to 16 months. After that, it will be a pleasure to sign with your company. All right. Perfect. Думаю, на этом этапе мы можем заключать наше соглашение. It was a pleasure to work with you, Mr. Murad. Pleasure is our. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you. No. Pleasure meeting you guys. Thank you. Bye-bye. Wassalam wa sa'ad. Thank you. Mabruk ya Murad. Allah yibarak fik ya habibti. I'm so proud of you. Thank you. الحمد لله على السلامة يا شفيق. مبروك عليك العربية الجديدة يا عم. الله يسلمك ويبارك فيك يا وزعادة. الرحلة كانت ناقصاك والله يا باشا. رحت المينا يا اخويا؟ الشغلانة طلعت سهلة يعني؟ اه والله يا مدام، بصراحة الرجالة بتوعكم قاموا بالواجب وزيادة. وأنا قاعد على الكرسي بتاعي. الورق كله سعادتك جاي لحد عندي. ربنا يديهم الصحة. اللهم صل على النبي. دول 100,000 جنيه حقك. عربيتك تستلمها بكرة، يكونوا الرجالة بس توقعهم تراب السفر. تمام، طب ما تخلي سعادتك. حبيبي. خيرك سابق يا باشا. ربنا يخليك يا رب. ربنا ما يحرمني من سعادتك، ربنا يخليك. رجالة حبيبي، مش عايز حاجة؟ الله يبارك فيك، ربنا يبارك لك فيك. تسلم. تمرين حاجة يا مدام؟ لا هيوصلوك يا أخويا، اتكل على الله. تسلم يا غالي، تسلموا لي، الله يبارك لكم. يلا يا رجالة، واحد بس والتاني يبقى معايا. بالراحة يا عمنا. نطمن بقى. تمام برافو، مع اني ما كنتش موافق، كنتش متخيل الحركه البلدي دي هتعدي. يا باشا البلدي يوكل. يا صلاه النبي، ده احنا هنبقى اغنيه والاشياء هتبقى معدن. الغريبه بقى يا راشد، لما قلت الاجانب بره على حركه الكوك في عربيه المعاقين دي وافقوا على طول. ما الخواجات برضو بيفهموا يا اخويا والله. مش اهو بقى اللي بجد، كنت باخد 500 جنيه على العربيه اللي زي دي. اول لما عرفت السكه دي ما بطلتش،
والناس كانت فاكراها خدمه انسانيه. اللهم صل على النبي على الفكره الكافره بتاعتك يا معلم. قول يا معلم. حلاوتك يا ماستر. يلا يا اخوي يلا. مبروك علينا 5 كيلو كوكايين حلال. حلال يا راشد. يا باشا مش جايين عن طريق خدمه انسانيه. يا ولاد.